السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي، كل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجدي بتاريخ 3 ابريل، ده تاريخ الفيديو بتاعك، التاريخ علشان مصداقيه قناتك. اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين، لعل يكون عندك خير وعندك طاقه ايجابيه وفرج باذن الله. ركز معايا في توقعاتك الفترة دي وفي الطاقة بتاعتك، واللي هينطبق عليك بإذن الله يكون هو جزء الخير وجزء التفاؤل ليك. الفترة دي انت من اكتر الفترات اللي عندك طاقة انتظار، وعشان طاقتك الانتظار ده قررنا نشوف ايه الاخبار اللي عندك ونشوف ايه الطاقة الايجابية بإذن الله اللي هتكون مفتوحة على حياتك، وان شاء الله بإذن الله ربنا يدعمك ويكبر طاقتك ويديك من حيث لا تحتسب. بس ركز معايا كويس جدا في الطاقة بتاعتك، واللي ينطبق عليك تنزل تقولهولي في الفيديو في التعليقات على طول من غير اي كلام تاني، وادعم الفيديو باللايك وبالتعليق الحلو، ونشوف مع بعض اخبارنا ونركن الطاقة السلبية على جنب. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طقطق موجودة، بسم الله. طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجة انت اللون بتاعك او طقطق هنا بتدل على نقاء قلبك، قلبك مازال مفتوح، في جرح جواك، الجرح ده واخد حجم كبير جدا، او انت الموضوع كبير جدا عندك، الحظ بيلعب معاك لعبة وحشة جدا اليومين دول بسبب تقلب الأمور وبسبب العراقيل اللي عندك، بس انت بالك مشغول بموضوع، عندك كتلة من الجبل، وكتلة من الجبل دي عاملة لك مشكلة كبيرة جدا وبتعاني منها. كمان انت عندك وخدان حق من برج الجوزاء، برج الجوزاء انت حاسس ان هو كسر بخاطرك، او بمعنى اصح دمرك في حاجات كتيرة جدا. في شوية اشخاص انت دخلتهم مع حياتك كسروا نفسك. كمان البعض منكم علاقاته ما كانتش بتكمل خالص في الحياة العاطفية، او انتوا لحد الان مازال لسه ما لقيتوش نفسكم في الحاجة اللي انتوا محتاجينها. فالفترة دي هي فترتكم انتوا شغالين على اعصابكم جدا، شغالين على نفسكم، بتبذلوا اقصى مجهود على الفاضي من اجل اخرين، والاخرين اللي موجودين في حياتكم مش مقدرين وجودكم. بتمر بفترة صعبة، فترة شوية ضغوط، دراسة، عمل، شغل، مجهود عظيم بتعملوه، بس انتوا عندكم طاقة تانية خالص. دايما اقول لكم ان انتوا مش مجبرين تيجي على نفسكم من اجل ان انتوا تسعدوا الاخرين، انتوا عايشين في فترة هدوء خاصة الفترة دي، مش ناقصين واللي فيكم مكفيكم، بس عندكم ناس بتضغط عليكم، عندكم عين قوية، والعين القوية دي واخدة جزء كبير جدا من حياتكم وعاملة لكم ضغوط نفسية. الحسد انتوا متصابين بيه، متصابين بيه اصلا، فمش محتاجين ان انتوا تعملوا اي حاجة، هو الحسد واخد جزء كبير جدا في حياتكم. بس الفترة اللي جاية في خبر حلو هيفرحكم باذن الله، وهيكون طاقة ايجابية ومختلفة. كمان انتوا هنا عندكم حدوث اشياء جديدة، رغم ان الفترة دي انت بتمر في فترة صعبة وقاسية، في شوية خزلان على شوية مشاكل سلبية، بس عندك راحة نفسية الفترة اللي جاية. كمان انتوا دايما بتدوروا على الاحتواء وعلى الحب والحنان، بتدوروا على الطاقة الايجابية، بس في حد بيستغلكم وعمال يستخفل فيكم، وانتوا مع طيبة قلبكم مش مديين خوانة. في انفراجات بخصوص الموضوع اللي شاغل بالكم، في حاجة انتم معتمدين عليها الفترة دي هتجيلكم، وكمان ربنا هيعوضكم عن كل المعاناة اللي انتم شفتوها في حياتكم الفترة اللي جاية. كمان انتم عندكم خروج طرف تاني من حياتكم، او افعى، الافعى دي سامة وعمالة تأذي فيكم من وراء ظهركم، وانتم برضو مديين الامان. اكتر مشاكلكم الفترة دي بسبب الضغوط، ممكن كمان مشاكلكم في العلاقة العاطفية، العلاقة العاطفية في شوية شد بينكم وبين الشريك، عندكم علاقة مع ابراج نارية، في شوية ضغط نفسي او شوية حيرة. وكمان انتوا الفترة دي بقدر المستطاع بتحاولوا تقفلوا مواضيع كتيرة جدا من كتر الصداع اللي انتوا فيه والارهاق،
التعب باين على وشكم جدا الفترة دي وملامحكم تعبانة رغم ان هي فترة صعبة، بس انتوا برضو بتعدوا، عندكم فرصة حد هيقدمها لكم، الفرصة دي مش هتتعوض تاني، فبلاش تاخدوا فيها قرار خاطئ، ولازم تفكروا كويس جدا وتدرسوا كل حاجة قبل ما تطلعوا اي كلمة من بقكم. انتوا الفترة دي بتحاولوا تستحلوا بالهدوء اكتر علشان انتوا عصبيتكم وحشة جدا، وكمان وقت المشكلة ممكن تقولوا كلام يزعل الطرف التاني منكم او يزعل حد منكم، فعشان كده لازم تهدوا اعصابكم الفترة دي وتحاولوا تخرجوا من الازمة اللي انتوا فيها او من الضيق اللي انتوا مدخلتوا نفسكم فيه. عندكم صراع مع واحدة ست او مع حد، في صراع بينكم وفي امور بتحاولوا ان انتوا تتخلصوا منها بقدر المستطاع، بس اقدر اقول لكم ان انتوا عندكم سلطة او عندكم لقاء مع حد في الدولة، حد ليه سلطة عالية وهتتكلموا مع بعض. كمان انتوا عندكم طبطبة على قلبكم في حياتكم العاطفية، وفي نفس الوقت انتوا داخلين محكمة او مستنيين مكالمة، مستنيين عدالة من حد الفترة دي بقدر المستطاع، مستنيين عدالة بكل الطرق، في عدالة عندكم هتتقال وهتكونوا ملتزمين ان انتوا تفعلوا اشياء جديدة. بسم الله ما شاء الله عليكم. انتوا هنا في كمان سفر هيجي لكم الفترة دي، السفر ده هيكون حلو ليكم، هتكون فرصة وهتكونوا مبسوطين جدا عشان هتقضوا وقت ممتع وهيبقى فيه رسالة قوية جاية لكم. كمان انت هنا عندك حد بيحبك، حد بيطبطب عليك، عندك حد فعلا هيقف معاك الفترة اللي جاية وهيخليك ترمي همومك على ربنا وتبص للحياة بشكل مختلف. انت قررت ان انت تدخل الفترة اللي جاية وانت شخص تاني مختلف، بس عايزك تاخد حذرك كويس جدا من شخص بيراقبك، عايز يوقعك، عايز سقوطك بأي طريقة. الشخص ده قريب منك وفي بينك وما بينه صلة وبيراقبك. كمان انت الفترة دي بتشتكي من مفاصلك ونغزة في قلبك من غير اي سبب، نغزة في المعدة كده، يعني شوية مشاكل في جسمك. الصحة عندك كويسة ما تقلقش خالص، لو انت عملت فحوصات او عملت اي حاجة فالصحة عندك بإذن الله هيكون كويسة جدا، بس انت مشكلتك ان انت واخد كل حاجة على اعصابك، ما بتحاولش تهدي نفسك خالص، كل اي حاجة تعدي من حواليك واخدها على اعصابك وبتضغط على نفسك، وده اصلا في حد ذاته غلط. عندك رزق هنا، الرزق ده انت عندك امورك المادية بتتغير اول باول، مفيش حاجة يعني ايه، مفيش حاجة بتاخد وقت كبير، امورك دايما بتتغير اول باول، وعشان كده عندك شجرة فيها شوية فروع مايلة بتحاول تظبطها، بس انت محتاج شوية صبر. انت مازال لحد الان في الدنيا عمال تعافر وتجاهد وتيجي على نفسك. اقدر ابشرك ان في علاقة جديدة حلوة مع شخص هتدخلها وهيبقى فيها تطورات وهيبقى فيها طاقة ايجابية، بس عايزك تخلي بالك انه في حد بيستغلك، وفي في عملك، في شغلك، في تفكيرك، في اي حاجة عندك. كمان انت عندك تواصل لشخص عارف حاجات كتيرة عنك، هيبقى في تواصل عندك وهيبقى في لقاء حلو اكتر. اغلبكم قطع مع ناس كتيرة جدا الفترة دي بقدر المستطاع، الناس دي حس ان هم مستغليين او حس ان هم طاقة سلبية، فخلاص قرر ان هو يقطع معاهم، قرر ان هو يبعد، قرر ان هو ما ينضمش للحزب بتاعهم علشان مش لاقي غير المشاكل. وكمان انت انا مش عايزاكم الفترة دي تفضلوا تركموا على نفسكم حاجات كتيرة جدا، بلاش التراكمات، التراكمات دي بتسبب لكم اعماق سلبية، بتسبب لكم حاجات ضغط نفسي، فارموا ورا ظهركم وبصوا للحياة بشكل مختلف، انتوا لسه طاقتكم موجودة، بلاش بس انتوا الزعل النفسي اللي انتوا حاطينه في بالكم، ليه؟ علشان الزعل النفسي ده مسبب لكم انتوا ارهاق، مسبب لكم انتوا حيرة في حاجات كتيرة جدا مضايقاكم. كمان انتوا الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون في طاقة تانية خالص جديدة، الطاقة دي حد هيوزعها عليكم مقرب لقلبكم هيسعدكم جدا بوجوده، او عندكم حد هيجي من سفر الفترة اللي جاية دي وهتكونوا مبسوطين، بس انتوا ما عندكمش سحر الفترة دي خالص ولا عندكم اي حاجة، بس انتوا محسودين والحسد ده جاي لكم من كل الناس اللي حواليكم، فيا ريت تهدوا وتهدوا اعصابكم خالص وتجددوا اي حاجة في حياتكم، وبلاش دايما تتعاملوا بنية صافية مع الاخرين، انتوا ما تعرفوش الاخرين بيرتبوا لكم ايه، الاخرين ممكن يكون جواهم حقد وغل
الشر اتجاهكم، بس انتوا من حبكم للناس اللي حواليكم مأمنين لهم قوي، فياريت بلاش ان انتوا تأمنوا زيادة عن اللزوم، وتحاولوا بقدر المستطاع تفكروا بشكل ايجابي وتفتحوا الصفحة الجديدة اللي عندكم. عندكم بداية جديدة في موضوع، في حاجة هتكون واضحة وهتحطوا نقط على حروف وهتطلعوا من التراكمات اللي انتوا فيها. كمان انتوا الفترة دي في التفكير بماديات زايد شوية، او مصاريفكم بمعنى اصح زايدة، ممكن يكون انتوا بيبقى عندكم خطوبة، عندكم زواج، عندكم ارتباط، عندكم علاقة جدية، الله اعلم، بس في تجديد امور، وعشان كده ضاغطين على نفسكم في العمل، ضاغطين على نفسكم في شغل، ضاغطين على نفسكم في حاجات تخص الماديات بقدر المستطاع، ضاغطين علشان عايزين تكملوا الحاجة اللي انتوا ناقصاكم، او بمعنى اصح تكملوا الحاجة اللي انتوا بتشتغلوا عليها الفترة دي. انتوا عندكم استكمال وفرحة باذن الله، بس دايما اقول خلوا اعصابكم هادية بقدر المستطاع، وما تجوش على نفسكم من اجل الاخرين، وبلاش الحساسية الزايدة، وبلاش ان انتوا تفضلوا كل كلمة كده واقفين عليها. اي نعم انتوا عصبيين وضغطين على نفسكم في حاجات كتيرة، بس ربنا كاتب لكم فرحة باذن الله طال انتظارها، وفي مبلغ زي ما قلت لكم من المال جاي لكم الفترة اللي جاية، هيفرحكم قوي، وهتحسوا قد ايه ان ربنا عاطفي عليكم وهيكرمكم من حيث لا تحتسب. بس كمان الفترة دي ممكن يظهر عندكم بعض العراقيل اللي هتكون واقفة بينك وما بين حاجة معينة، بس ما تقلقش، هيكون في طاقة إيجابية، وعندك عودة حد غايب عنك الفترة دي، هيبقى من وراه برضو تبشرات حلوة وأخبار حلوة. في بعض المناقشات، بعض الأمور عندك بتتفتح مع حد، أو بعض الكلام عندك بيتفتح، أو في مواجهة عندك هتتفتح الفترة اللي جاية دي، وهتاخد فيها قرار حاسم، أو مواضيع جديدة، حاجة جديدة، طاقة تانية، الله أعلم، بس أنت هتجدد من حاجات موجودة في حياتك، والحاجات اللي أنت هتجدد منها دي هتاخد فيها قرار سريع، ومن ورا القرار السريع ده هيبقى قلبك مفتوح وهيبقى فيه طاقة إيجابية بإذن الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. رزق حلو جدا من ورا الاسماك اللي انت عمال تحلم بيها، او من ورا الطاقة الايجابية اللي عندك. البعض منكم تعبانين الفترة دي في صحيا، تعبين عندكم في حاجات، ومفيش كلمة شكرا او كفيش شكرانية عندك بتاخدها من اي حد، هي بس انت ما بتاخدش غير الضغوط. كمان عايزاكم الفترة دي تحذروا من حد متقلب المزاج عليكم، انتوا طيبين جدا ومظلومين، العيون عليكم مأثرة عليكم، في عيون دقيقة عليكم في أدق التفاصيل. عايزاكم تحذروا من خيانة، حد بيخونك وانت طيب جدا، الشخص ده أو الشخصية دي عايزة تطعنكم بأي طريقة، مش حابين لكم الخير خالص، فعايزاكم تخلوا بالكم. عندكم حد من برج الحوت، في شوية عراقيل بينكم، او خلوا بالكم ممكن يكون في خيانة، فدي تحذروا كويس جدا من الطاقة السلبية. عندكم خروج من المكان اللي انتوا فيها، انتوا زعلانين ومخنوقين من حاجة موجودة في حياتكم، بتمروا بظروف قاسية، رغم ان انتوا بتحبوا الخير لكل الناس وبتحبوا تساعدوا كل الناس، بس عندكم حيرة، عندكم حد دخل حياتكم دمرها وبوظها خالص، وبتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والطرف الثالث اللي بيتدخل في حياتك ده بإذن الله هيخرج الفترة اللي جاية، بس انت خايف من المستقبل بطريقة رهيبة جدا، خايف من حاجات، المواضيع اللي مضايقاك، انتوا شكاكين جدا او غيارين، بتغيروا جدا على الشريك بطريقة كبيرة، فياريت تخلوا بالكم، الشريك ممكن ما يستحملش الغيرة دي ويفتكرها شك، وعشان كده دايما في مشاكل بينكم، ودايما انتوا المهمومين وعلاقتكم ما بتكملش، ممكن الطرف التاني ما يكونش شايف ان ده حب، يكون شايفه ان دي شك، وطول ما دخل الشك بين الطرفين فبتحصل مشاكل على طول، ودايما ما فيش اي علاقة بتكمل. في حد عندك عايز يقلب عليك الترابيزه، بس انت اللي هتقلبها عليه، علشان انت اللي هتكون متالق وواثق من كل خطواتك. كمان هنا عندك استمرار في حاجه ناجحه جدا، بس عندكم اتنين اعداء، اتنين دول غيرانين منكم، قاعدين اكلين شاربين معاكم، يعني بينكم وبينكم علاقه قويه، بس هم غيرانين منكم ومش حابين لكم النجاح اللي انتوا فيه،
وفي شخص اكل معاك عيش وملح بيخونك، الشخص ده بينك وما بينه صلة، او بمعنى اصح بينك وما بينه ارتباط، بينك وما بينه طاقة تانية، علاقة من دم ولحم، فخد بالك من النقطة دي. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، انت هتكون منصور على عدو، العدو ده كبير في حياتك او كبير في السن، انتوا دايما اصحاب قوة خارقة، انتوا حاسين ان الدنيا كلها ضيقة عليكم، الدنيا كلها فوق دماغكم، بالعكس انتوا عندكم طاقة ايجابية وعندكم اتصال قريب جدا، الاتصال ده هيفرحكم قوي. مين الست اللي بتحبك ومش شايفه غيركم؟ الست دي عايزه تعمل بقدر المستطاع ان هي تساعدكم وتقف معاكم، بس هي ممكن يكون كلامها كتير، كلامها كتير عن اي حاجه في حياتها، عندكم توضيح في شويه امور، عندكم انتوا هنا حد، عندكم حرف السين وحرف النون وحرف الحاء وحرف الالف وحرف الميم، دول موجودين في حياتكم، عندكم حد معاه عربيه، الحد اللي معاه عربيه دي عنده حد بيخونه، يا ريت تخلوا بالكم منه، عنده حد بيخونه او حد عنده علاقه تانيه مع الحد اللي هو معاه عربيه ده. عندكم كمان حد لسه عامل حادثه او عامل حادث في حياتكم، ربنا قومه بالسلامه ونجاه، وهيبقى في قعده صلح عندكم مع حد. الوضع عندك مش مستقر في حياتك، عندك ديون او عندك خسرت، ممكن تكون انتوا دخلتوا في اكتر من مشروع ومفيش اي مشروع نجح، فمازال ان انتوا بتعافروا الفتره دي، بس في تضحيات عندك، في حد هيضحي من اجلك وهيقف معاك، وهيبقى في نسب حلو او في لقاء حلو، فلوسكم متبخره اول باول، فلوسكم ما بتقعدش معاكم باي طريقه. كمان يعني في حاجه انتوا هتفعلوها الفتره دي، ممكن كمان تسمعوا خبر حلو، الخبر الحلو ده بخصوص حمل، بخصوص اولاد، بخصوص حاجات جديدة، في حد عندكم انتوا يعني في حد هيساعدكم او انتوا هتستعدوا، في هيبقى في استعداد للسفر، انتوا هتسافروا، هيبقى في رحلة حلوة عندكم، انتم يعني عفرتوا كتير في حياتكم، عفرتوا كتير في امور كتيرة، بس عندكم طاقة ايجابية الفترة دي، والحاجة اللي هتفعلوها دي هتطلعكم من الصراع اللي انتوا فيه والخنقة والضيقة، وهتطلعكم من اي مشكلة انتوا فيها، انتوا بس مش قادرين تناموا الفترة دي، قلة النوم عندكم او قلة الضغوط، يعني قلة الراحة عندكم مسببة لكم ضغوط، انتوا اتطعنتوا اكتر من مرة واتخذلتوا اكتر من مرة من ناس كانت قريبة منكم، دخلتوا في علاقات ومفيش علاقة كملت، وده بسبب الحقد والغل لاتجاهكم. طيب انتوا عندكم خير والخير ده هيجيلكم بسبب مساعدة حد، في حد هيساعدكم وفي راحة بال عندكم انتوا عمالين تدوروا عليها. كمان الطريق ده هيتفتح قدامكم وهتاخدوا حقكم وهيبقى في فلوس جاية لكم حلوة. كمان انتوا هنا ما شاء الله عليكم، في حق هتاخدوه من حد، والحق ده انتوا هتكونوا برضو مبسوطين بيه وهتكون عندكم طاقة ايجابية وفرج. طيب انتوا هنا ناقصكم حاجة معينة بتدوروا عليها، والحاجة اللي بتدوروا عليها دي هتاخدوا حقكم برضو من وراها، انتوا عملتوا ذنب والذنب ده قررتوا ان انتوا تتوبوا عنه او تبعدوا عنه، بس في امر ملخبط معاكم او امر مضايقكم، مخليكم ساكتين، مخليكم حيرانين، مخليكم مش خلاص، انتوا خايفين، خايفين من المستقبل بطريقة كبيرة، مش مرتاحين او مش مرتاحين مع حد، رغم ان انتوا مش مرتاحين مع حد ومغدورين، بس عندكم فلوس حلوة هتمسكوها الفترة اللي جاية دي، وهيبقى في طاقة تانية مختلفة، انتوا بتجددوا من حاجات كتيرة جدا في حياتكم، في حد هيقف معاكم وهيظهر فجأة كده، والحد ده هيبقى فيه طاقة ايجابية. كمان انتوا حاسين بقلق وتوتر وخوف شديد، والحسد ده كان سبب رئيسي في اللي بيحصل لك ده، هيبقى فيه اكتمال مواضيع او اكتمال خير عندك. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا هنا في طاقة تانية خالص، والطاقة الحلوة دي هتكون يعني هتكون نقط على الحروف انتوا هتحطوها، انتوا مستنيين، بصوا طاقة الانتظار مازالت مفتوحة عندكم.
طيب مين الشخص اللي علاقتكم بيه نرجسية او علاقتكم بيه سامة؟ شخص عندكم متعدد علاقات او متعدد حاجات سلبية وانتوا زعلانين. رقم 5 ده مميز بالنسبة لكم. رقم 5 ده بتحسوا انه في ذكرى بينكم او رقم مميز ليكم، رغم ان انتوا ما بتخافوش من حاجة بس بتخافوا على اللي ليكم قوي. يعني انتوا ما بتخافوش من اي حاجة بس قافلين على نفسكم الفترة دي، والبعض منكم عنده حيرة من امره، حيرة من تفكيره، حيرة من ضغوط اللي هو بيمر بيها. الفترة اللي جاية دي هتكونوا مضغوطين ماديا بس هيكون عندكم طاقة ايجابية. وخلي بالكم ان انتوا هتحصل لكم حاجة مفاجأة، حاجة مفرحة بس هتكون مفاجأة، طاقة مختلفة، طاقة جديدة. انتوا هتقوموا من كسرة قلب في حياتكم، يعني في حد عندكم كسر قلبكم هتقوموا وهتعفروا. كمان انتوا في شوية تفكير رهيب قبل النوم عندكم، دايما بتحسوا ان انتوا بتفكروا كتير جدا. في شوية زعل بينكم ما بين نفسكم، شوية طاقة مزعلاكم. الفترة اللي جاية دي هتكون حلوة بس انتوا بلاش تفكروا كتير جدا في كل حاجة. انتوا عشان نجمكم خفيف دايما معرضين للأذى، ودايما بتدخلوا صراع بين القلب والعقل، وده بيتعبكم نفسيا. فانتوا مش محتاجين الضغوط اللي انتوا فيها، اطلعوا وكملوا. كمان الدنيا هتبدأ تحلو معاكم، بس في حاجة انتوا خايفين منها او جوه قلبكم الفترة دي شوية زعل. اي نعم ساكتين ما بتعاتبوش ولا بتتكلموا بس في شوية زعل عندكم. الحظ هيبدأ يكون من نصيبكم بعد كام يوم، وعشان كده من بعد ما الحظ هيكون من نصيبكم هتاخدوا قرار حاسم، ومن خلال القرار ده هقدر ابشركم بطاقة تانية جديدة او بطاقة مختلفة، وهيبقى في امور تجديد عندكم. انتوا عايشين الحياة ببساطة، جوه قلبكم طيبة، جوه قلبكم حب حنان، بس انتوا متدمرين صحيا بقالكم كام فترة. كمان البعض منكم بيجدد ان هو يشتغل ويجدد على حياته، ممكن البعض منكم ناوي يعمل حاجة جديدة في حياته. كمان انت قررت ان انت مفيش حاجة اسمها احس بالاكتئاب ولا بحس بالطاقة السلبية. خلاص عايزين تجددوا، عايزين تشتغلوا، عايزين تعفروا. ليه؟ علشان اللي انتوا شفتوه في حياتكم مش قليل، فهيبقى في فتحة نصيب عندكم، بس انتوا الفضول بتاعكم بيقتلكم لما بتكونوا عايزين تعرفوا حاجة. فضولكم ده بتخليه كده يعني حاجة غريبة جدا بالنسبة لكم. فبس انتوا برضو ما شاء الله عليكم مميزين جدا في جبر خاطر الاشخاص اللي حواليكم، بتحبوا تجبروا بخاطر الناس اللي حواليكم جدا، وما بتحبوش تشوفوا حد زعلان، ورغم ان انتوا متدمرين نفسيا بس مفوضين امركم لله، وبتقولوا يا رب احنا مش محتاجين اي حاجة غير ان انت تكرمنا من حيث لا تحتسب. اغلبكم هنا باغلبكم ساكت اليومين دول، اغلبكم عنده رسالة جاية له، الرسالة دي هتكون مفاجأة ليه، هتطفي النار اللي جواه او هتطفي الحاجة اللي هو تعبان فيها. وفي لقاء حلو مع قعدة جميلة. مين الشخص اللي دايما بيسعى ان هو يعتزلك الفترة دي، او عايز يعتزلك بقدر المستطاع علشان عرف قد ايه هو خسرك، بس انت ملكش نفس ولا عايز حتى تفتح معاه اي موضوع. عندك استلام رسالة، استلام وثيقة، قلبك هيبدأ يعود النبضات ليه تاني، وان شاء الله باذن الله هيبقى فتحة خير ليك وهيبقى في استقرار عاطفي. بس خلي بالك من ان انت تكون يعني الاستقرار العاطفي ده يكون ليك انت سلبي، خد حذرك، بلاش تفضفض عن اي حاجة جواك للشريك بسرعة. لا انت اهدى وهدي اعصابك خالص، وحاول تستقبل الفترة اللي جاية بهدوء تاما وبطاقة ايجابية، علشان الضغوط اللي انت فيك مكفياك، واظن ان انت حياتك تعبان فيها ان انت تأسسها او توصل للمرحلة اللي انت فيها دي. والشخص اللي عايز يعتزلك ده انت هتاخد معاه خطوة ايجابية، وهتتكلم معاه كده بشكل مختلف، وهيبقى فيه عدالة عندك.
انت في حد هيقعد معاك او حد هيوكلك امر او هيديك حاجة، وانت هتكون في عدالة عندك بإذن الله الفترة اللي جاية، والعدالة دي هتكون طاقة ايجابية. كمان البعض منكم ناوي يعمل حاجة لله، او ناوي يشغل وقته، ناوي يشوف ايه اللي ناقصه ويشتغل عليه، الله اعلم. بس انت عندك حاجات جديدة هتجددوها عندكم، والحاجات دي هتكون فرحة ليكم طوال انتظارها. كمان الازمة اللي انت عمالين تمر بيها دي خلاص هتخرجوا منها الفترة اللي جاية، وهتكونوا مبسوطين جدا. ليه مبسوطين؟ علشان انتوا خدتوا فترة من القلق والحيرة، فقررتوا ان انتوا تجددوا. طيب الفترة دي في هنا كشف ناس مقربين ليكم، ومن ورا الكشف ده هتودعوا حزن وراكم وهترموه ورا ظهركم، هتودعوا القلق والخوف والحيرة من ده كله وهترموه، وهتستمتعوا جدا بالخبر اللي هيوصل لكم من بعد ما طال انتظاره. روحانياتكم عالية، يعني من كتر ما روحانياتكم عالية الحاجة اللي بتحسوها بتحصل على طول من غير تردد او من غير تفكير، او مجرد ما بتحسوا بالحاجة كده بتحصل، ما شاء الله عليكم. لدرجة ان انتوا الناس بتسألكم في ايه، انتوا عرفتوا الحاجة دي ازاي؟ بتقولوا الحمامة العصفورة وصلت لنا الاخبار. كمان مشكلتكم حاجة واحدة بس، اي نعم انتوا عندكم ميزان العدالة، بس انتوا لابسين وشين، وش يعني بتظهروا دايما الوش البريء، رغم ان انتوا جواكم زعل، بتظهروا دايما ان انتوا كويسين ومبسوطين في حياتكم، بس انتوا جواكم حيرة وتوتر، ودايما محسودين، ودايما حاسدينكم حتى على شكلكم. بالفعل انتوا محسودين على حاجات مش فيكم، بس الحسد واخد جزء كبير جدا من حياتكم، وانتوا مسلمين وشطار جدا ان انتوا تسحبوا الطاقة السلبية من اي حد، بس ما بتعرفوش ان انتوا تتوزعوا على نفسكم طاقة ايجابية. اللي انتوا فيكم مكفيكم، ما عدتوش مستحملين ضغوط من حد، انتوا خلاص قررتوا ان انتوا تشوفوا مستقبلكم، قررتوا ان انتوا تنجحوا، قررتوا ان انتوا تعفوا، قررتوا ان انتوا تشوفوا ايه اللي ناقصكم وتشتغلوا عليه، فمازال انتوا مضغوطين. طيب ما طول ما انتوا مضغوطين انتوا حاسين بالحيرة، حاسين بالضغوط، حاسين بالطاقة اللي مضايقاكم، فلازم تجددوا من اي حاجة في حياتكم. التجديد مطلوب، وزي ما قلت لكم ميزان العدالة ده موجود عندكم، مازال موجود ومفتوح قدامكم، وانتوا شغالين عليه. شغالين عليه ليه؟ علشان طاقة ايجابية وفرج. كمان انتوا لازم الصداع اللي عندكم ده تعالجوه، عشان الصداع ده سببه حسد شديد من الناس المقربة، ولازم كده تحصين البيت وتحصين نفسكم اول باول. انتوا شكوككم دايما بتكون في محلها، ودايما الشك لما بتشكوا في حاجة بتأكدوا ان انتوا صح، خلاص شككم ده هو بسبب الرئيسي في كشف الحقيقة بتاعت اللي حواليكم. بلاش الفترة دي تناموا على بطنكم او تقفوا قدام المراية كتير، علشان التعب اللي انتوا فيه او اللمسة العاشقة الفترة دي ما تبقاش مضغوطة عليكم في حاجات كتيرة جدا. كمان انتوا بتحاولوا، في حد بيحاول يرسم علاقة عليكم وانتوا بتحاولوا تهربوا منها، علشان خايفين ان الحد ده يكون زي اللي الناس اللي كانت في حياتكم. أتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، ويا رب لو عجبتكم القراءة تكون طاقة إيجابية ليكم، وما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلوا على الحبيب، وربنا بإذن الله ييسر أمركم الفترة اللي جاية.